السلام عليكم تكاتو، معكم هو كيت حجت قناة لعبة World After مدري ما عرفت اقراها الاسم، بس لعبة جديدة نازلة على ستيم وحاب اجربها معاكم واوريكم شلون اللعبة لاني عجبتني حيل، لانها لعبة open world خلينا نقول survivor احلى ما فيها، تجميع اشياء crafting فيه اشياء حلوة، جيم بلاي ماله خرافي، ما ادري من سواه صراحه، بس يعني هي للحين على ال اكسس، بس اللعبه حلوه، فيها اونلاين نظام اونلاين، فيها نظام السيرفرات واشياء حلوه. ونسيت اقول لكم مبارك عليكم الشهر الكريم، وحين بنجرب معاكم اللعبه هذه ونشوف معاكم وشي بلاي. انا سويت لي عالم جديد، لا تسموني قديم، لا جديد، هذه شخصيتي يشبه كريتوس، تعرفونها كلب الحرب. هذا خلنا نشوف نجرب معاكم العالم ونجرب معاكم اللعبة، بوريكم حين استعراض، ماني وريكم يعني قصة أولى نجمع وشاء كذي، لا استعراضات حين بوري. حلو، الحين أنا دخلت اللعبة، كنت لاعبة ترى من قبل، يعني أول ما دخلت العالم شنو سويت أنا؟ كنت نازل من هذاك البيت الفوق السماء، تقول شلون نزلت شلون حركات شلون التحكم، شو سالفة اللعبة الغريبة هذه؟ إيه شفت البيت هذا تنزل منه يعني تقول شلون تنزل منه ما تموت، يعني انا بوريكم طريقه في اشياء حلوه حيل باللعبه مبتكره. فمثل ما تشوفون اول شيء عندكم ارقام اللي هي واحد، هذا الشغله هني تكسر اشياء، خلنا اوريكم انا اكتشفتها، يعني قعدت يمكن ساعه ساعتين على ما اتعلم شنو نظام التكسير والسوالف. فمثل ما تشوفون هذا بس الله ما تنشن عليه وتكسر، شغله حلوه. الثانيه عندنا تصليح بدل التكسير. الثالثة اللي هي ما أدري شنو هي بالضبط، ولكن إن تأخذ الأشياء تشيلها من مكان لمكان أو تصلح الأشياء. الرابعة واللي هي يعني شيء حلو حيل عشان أوريكيا، تحط على أي مكان يعلمك أشياء، تأخذ حداثيات تعرف لك أشياء منه، يعني مثلا هذا شوف يعطيك نو داتا، يعني ما في شيء تقدر تأخذ منه بس هي رسمة وكذي. وعندي سلاح هني وعندي إنفنتوري خلنا أوريكم إياه. هذه الطلقات اللي موجودة تحت على اليمين، والسلاح مالي سلاح عادي، في عندي أسلحة متطورة وأشياء ثانية بس لازم تكشفها. بس تكشفها شلون؟ لازم تكون عندك الأدوات والأشياء هذه اللي تربحها. شنو عندي هنا؟ خشب 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 خشب، وعندي أشياء أو سيلفر معادن هي تعتبر، وهذا توت البري، توت بحط رقم 6 عشان آكل وضبط نفسي. حلو، الحين عندنا أشياء مهمة اللي هي اللعبة. شنو فكرة اللعبة؟ اللعبة ان الرجال هذا طايح بجزيرة ما تدري وين مكانها، وانا الصراحة استغربت لان هي يقولون فيها اونلاين، فيمكن اونلاين بين الناس كلهم الجزر هذول، فشلون القاهم وشلون الطريقة ما اعرف، يعني ناخذ مغامرة طويلة حيل، يعني تشوفون المكان هذاك تقدر تروح له، الجزيرة هذيك تقدر تروحها، بس الحين تقول بعيدة هذه شلون اروح لها؟ دقيقة خلني اكسر هذا، هذا يعطيني نفط او شو اسمه بنزين، اشياء مهمة هذا. لو اكسر الشيء هذا شوفونه، ايوه انحت الصخرة عشان اكشف الاشياء اللي اخذ الحديد مالها، شوف يبلها نحت مو اكسرها اخربها، الحين طاحت تخربت شفته، فيعطيني اشياء حلوة اللي هو هذا البرونز او الشيء كذي، اعطاني الفيول قبل شيء، حلو اشياء حلوة صح. قاعد تشوفون اللعبة الحين ممتازة، بس هني مو حلاوة اللعبة. أنا خلني أكل بس التوت عشان طاقة يموت، لأن ما أبي أسوي حركة مخاطرة وأموت فيها، لأن احتمال أموت بس فلس بعض، يعني ما بتفشل قدامكم. فشوف أنا كنت نازل من الشيء هذاك، شلون بصعد له أو شلون برد له شلون الشغلات هذه؟ أو صار ضباب، أنا أوريكم سريع. أيوه لا تكفى أخ، يمكن ما اقدر ايوه مسكته. هذا عنده حبل، كل واحد عنده، يعني كل واحد يبدا لازم يكون معاه حبل وكذي حركات. ففكره اللعبه انك تمشي بحبل، يعني تعلق فيه، اقدر اصعد اقدر انزل، شوف حركات هاي ودور حولي، وفي حركه حلوه مميزه اللي هو انط نط قويه. فشوف شوف الحين نطة حلوة، أنا أطلع وأقدر أتعلق وأروح الأماكن. بس في شغلة هني خطيرة، الحين لو تعلقت أو سويت شيء أو دعمت الجدار وأنا متعلق على سرعات
ممكن شي يصير، ممكن أدمج. الحين بوريكم، بحاول شوي أوريكم ما أموت. أوب أوب. ما أدمجت لأني صرت محترف شوي. بس يلا. لا 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 لا. حاول أصعد مقادر. أيوة صعدت. فكنت مكان موجود هذا، ما في أم داعي يعني هالمكان هذا، بس اللهم إن نفس تقول رسبون إن رسبنك. فالمدينة هني جديدة. أنا شنو فكرتي؟ أنا بسوي سفينة أن أروح فيها أماكن ثانية أو جزر ثانية. فهذه القصة اللي هني اللي بيصير. شوف له حد هني شان نتصرف. أوه شفت شان الطيحات هذا اللي بتوحق. بس يلا في أشياء لازم أجمعها يعني. أنا دخلت البيت ذاك اللي فوق القصر مهدوم، أخذت منه أشياء اللي هي هذه وطلقات زيادة وأشياء ضبطني. فبتجيبنا إحنا شنو نبي؟ نبي أشياء اللي هي هذه اللي أقدر أبني فيها السفينة. يعني هذه يحتاج لها أشياء معينة اللي هو أشياء المعادن هذه، فلازم أجيبها. وهذه تصنع أشياء السفينة اللي تعلمتها من زمان. وهذا عادي، هذا خلنا نصنع عشان نرتاح. لا لا لا، أعطي الخشب هذا، حط الخشب هذا. بوريكم شلون نظام الصنع هني، يخلص الموارد هذه ويصنع لك شيء هني بالإنفنتوري. طيب ونجي نحط رقم 6 نحطه بالأرض. طيب هذا يكون نفس نظام شو اسمه صندوق عادي تقدر تحفظ أشياءك عشان ترتب الإنفنتوري مالك والشغلات الحلوة هذه. طيب عندنا أشياء هني بعد شنو؟ هذه الصراحة ما جربته من الحين. وهذه شنو؟ هذه أشياء بس شلون طلعت لي ما أدري، لأن المفروض إن شنو؟ المفروض إن أكشفها جهاز معين، فما أدري هل تصير؟ ما تصير. لازم أسوي جهاز معين عشان أكشفهم. فبجيب اجمع موارد الحين بوريكم عشان شنو بنحاول نصنع سفينه صغيره على الاقل. على الاقل خلينا نشوف الموارد. الجزيره طحت فيها انا حظي كبيره، بشوف يمكن نحصل موارد كلها واقدر ابني سفينه، لان قبل حاولت ما قدرت ما عرفت شلون النظام بالضبط شلون اشغلها. فاغلبيه الموارد والصخور وين تجي؟ تجي تحت الجزيره. شلون يعني يعني مكان شوي خطير. اوف مكان شوي خطير، ممكن اطيح واروح من شي سهلي. بس ايوه، ولازم اكون حذر وانا اسوي الشغلات هذه. شوفوا اللي هي هذه، احنا بنجمع الشغلات اللي هني. بحاول اكسر. لا طيحتها. لازم تكون شنو قريب، يعني اقرب مسافه ممكنه عشان اخذ راحتي بالتكسير. لا تضيع مني اشياء، بس يعني اللي اكشفهم حلوات اللي هو ايرون. يعني اهم شيء اني اطلع معادن. طيب قاعد اجمع معادن ثانية اللي هي هذه. 300 زين. طيب وين الاتجاه؟ لان هذه اول مرة اجمع معادن، فتشوف الجزيرة كبيرة ومليانة مليانة يعني. فاللعبة فيها اونلاين يعني ممكن تلعبها ويا ربعك تستانس. يعني واحد يجمع خشب، واحد يجمع معادن. لا طاح كل المعادن. لحظة في ناس. في ناس. بحاول اجيهم. اصعد اصعد اصعد.
يلا يلا. شفت الطيارة شفتوها؟ يمكن نزلوا يمكن نزلوا. دقيقة، يا أنهم جايين بشر، يا جايين يذبحون، لأن جزيرة كبيرة فهمت، فيها خيرات ممكن يحقدون علي يذبحوني، يأخذون أغراضي كلها، ولا لا. ممكن شيء ثاني أنهم يظلون. حاطين حماية. وين راحوا؟ اوه طع جزء طع هذا مالتهم. اقدر ادش؟ احاها تقدر اقدر اسرقها؟ وينهم الناس؟ ايوه هذولهم. شوف 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 شو دخل القلعة شفتهم. هو واحد يعني مو واجد. خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نبيعها. هذا هو. هذا هو. أوه في كهف ما شفته صدق. مو قاعد أشوف. صرقع. قاعد يقول شلونك؟ يدي الله ضيع الطلعة. طبعا الناس مضبطين صح. Do you know how many planks it is island? We find three. أو بلانكس نيو كتب غلط بس الحمد لله يعني ناس مسالمين شوي طبوا علي فجأة فيعني شغلة حلوة. بشوف الأشياء أقدر أصنعها بدل أتفرج عليهم. ودي أصنع بالمكان هذا سفينتي الصراحة. شو المكان هذا؟ فيعني ببدأ الصنع اللي هي الأشياء الأساسية. أتوقع أن هذا اللي هو احتاجه صح ولا لا؟ ما أدري خلنا نجرب. لا لا لا. بجرب معاكم وأتذكر لأني ناسي. شنو هذا او اهم شيء تحتاج عشان تصنع شو اسمه السفينه. بجرب سبعة. ايوه هذا هو. فاول ما احط هذا راح يطلع لي حاجز وهمي كذي راح يصنع. او ان اول ما اصنع السفينه صح. ايوه هذه هي السفينه. اقدر اصنع الكبيره اللي هي هذي. تبغى نصنعها؟ خلنا نصنعها خلنا نصنعها. أتوقع إنه فيه خير واجد. ولا أقول لك لا خلني على صغيرة ومع شينا. أوبا فاصطنعت سفينة. شوف الحائط هذا.
قاعد تنصنع السفينة. طيب في الشغلة الثانية اللي هي يحتاج اللي هو هذا، فبحط الأشياء اللي هي هذه وهذه وهذه، أصنعها عشان أطلع أشياء أقدر أصنع فيها أدوات السفينة كمبدأ يعني، اللي هي ضفة وأشياء كذي. أنا للحين ما أعرف بالضبط يعني، بس بحاول نفس ما أقولك ارتجالي. اللي هي نحتاج شيء غرفة القيادة، نحط الخشب ونحط هذا مع هذا ونقدر نصنعه. طبعا غرفة القيادة راح تكون فوق صح؟ تشوفون سفينتها صغيرة يعني باليالله تشيل أشياء. طيب وغرفة القيادة نحط رقم 4 ايوه كذا نشيله نخليه على فوق صح كذا ما يركب ايوه في المنتصف رجوك. يا سلام هذه مالت التحكم عشان اعرف يمين يسار واتحكم على راحتي. طيب في اشياء مهمه مثل الحركات هذه، ودي اجمع لي خشب عشان كذي انا اجمع خشب وارد لكم سريع. طيب جمعت شويه خشب عشان بس اضبط الشغلات اللي هي هذه، فهذه يبي منها واجد حيل هذه، فاوريكم. تقول ليش احنا اوريكم يا شغله تفيد حيل عشان كذي مدققين على أتفة تفاصيل اللعبة هذه، فعجبتني عشان السبب هذا نحيل حيل مدققين على يعني أصغر أشياء بالبناء. بس أنا تعلمت شوي ليه حد هني وبعدها ما عرفت شلون أطير السفينة، فبنتعلم اللهم بس خلنا نخلص هذول بس بس. فتشوفون الأشياء الواجد هذه ناخذها ونحطها نغلف السفينة فيه يعني عشان نخلي اللي تحت كنا مخزن لنا، فهذا الشيء قوي حيل راح يفيدنا في المستقبل. حس السفينة راح تطلع مرتبة يعني. فتشوفون على جنب قاعد بحاول أسكر السفينة عشان يطلع شكلها مرتب، فهمتوا؟ وأتوقع إن هذا راح تحميها شوي من الطقات أو الهجوم يمين يسار حركات، فنكون مخذين حذر. طيب أنا في أشياء ثانية لازم أسويها. المشكلة هني إني ما أعرف. أيوة عندنا هذه الأشياء اللي هي ستور سكاي، هذه حق شنو ما أدري. مفروض إن هني تمشي السفينة مالتي صح؟ فإذا شفت الشغلات هذه مفروض إنها تخلص. Do you want restage from؟ أوكي. يمكن وزنها ثقيل السفينة. صح ولا؟ لها وزن شبوت. ما يصير حط كل هذول الخشب. ايوه ول 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 طرت 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 لحظة لحظة عرفت عرفت تحكم عرفت تحكم. صعبة السوقة حيل صعبة. أنا خلنا نروح الجزيرة الثانية، خلنا نروح بس نعوض فقر. بروح الجزيرة هذيك لأن قلعتها كبيرة. أيوة مو هذا، لا الورا هذيك بعيدة. طيب شغل وناسه المطار مو شغال ترى عندي ترى، بس يعني انا على قوة الريح صح. لا لا لف 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 صجنا بطيئة شوي، بطيئة حيل بس يعني طيارة بدائية. ففائدة الصندوق اللي تحت اني اروح لتشذي
فهمتوا؟ يعني مثلا اعلق هذه هني وانزل وباخذ شغله من هني تحت يصير ليش ما يصير فهمتوا؟ لاني خلصت ارجع يلا 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 اصكم ضبط سفينه لف 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 تاز هذيك جزيره الطايره تو انا اجي الحلقه هذه ولا طولتها شوي يعني هذا استعراض بس بسيط ما احب الوقفات هذه بس يعني مضطر لان المقطع ما بيطول اكثر من كذي فمثل ما تشوفون وصلنا لنهايه الحلقه حلقه شوي بورد اني سويت سفينه بس وروح الجزيره هذيك بس يلا على الاقل شفنا ناس شيء قابلنا ناس واستانسنا وشيء المهم ان بنينا السفينه عرفنا اساسياتها يعني اللهم ان شراع اتوقع هذا بس احتاجه وهذا اشياء ما لها داعي وشغله ثانيه عرفنا ان فيها وزن يعني لازم ابني سفينه اكبر واكبر واتوقع الجزيره قدام ما فيها يعني اشياء موارد واجد يعني بدا تنقل شوي يمين يسار وروح فوق تحت عشان القى موارد حلوه وبس مثل ما تصورون نهايه وصلنا نهايه الحلقه والسلام خير ختام.